السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ علاك يهدي لكم هذا الفيديو توجور، واني هذا الفيديو اللي غادي نهديه لكم راه فيه واحد الفائدة كبيرة. هذا يا سادات يا كرام، هذا واحد السيد كان غير هو اللي عند بوه، ملي غير هو اللي عند بوه الولد ما يخدم ما يردم ما يعرف حتى شي حاجة. وباه فين ما كيدعي معاه كيقول له وليدي الله يجعل الناس تخدم وانت تاكل. هذا ما يعرف غير الماكله، هذا السيد هذا يعرف غير الطحين. الله يجعل الناس تخدم وانت تاكل. الولد ما يعرف يخدم، ما يعرف يحصد، ما يعرف يدرس، ما يعرف يخمس، ما يعرف يدير حتى شي حاجه، يعرف غير الماكله. اردنا واحد النهار من نهارات الايام، راك عارف الموت على رقابنا، شيباني مات، الولد ما يعرف لا يخدم لا يردم لا يدير حتى شي حاجه. قال كيفاش انا يا هاد الخدمه اللي ما الوالديه قالوا لي الله يجعل الناس تخدم وانت تاكل؟ مازال ما فهمتش. راك عارف بقى يمشي عند الحباب، عند خوتو، عند خوالو، عند العائله ديالو كاملين كيكرهوه. قال انا غادي نخرج البلاد، ما غاديش نبقى في البلاد، انا يا هاد البلاد هادي لي يعني كيصرالي غادي نخرج البلاد. فعلا جا خارج البلاد، يعمر بلاد، يخوي بلاد، يعمر بلاد، يخوي بلاد، ما يعمرها الا الله سبحانه الواحد الجواد. ويتمشى على طرف الطريق الغابة حتى تبان له واحد المرا غادية. هاد المرا اللي غادية مسكينة ما عندها على هذا، شافت يعني الغابة، المرأة خافت، قالت هذه غابة كبيرة وأنا يا غادي ياكلني السبع، ياكلني النمر، ياكلني الضبع، كي غادي ندير؟ أنا نستنى هذا خينا على طرف الغابة اللي حتى غادي يفوتني بعد الغابة، هذه بعد فائدة. خي نحشم، قال كيفاش هاد المرا جات اللي حتى لطرف الغابة وقعدت وما خرجتش من الطريق؟ كي غادي نصرالها؟ خلط عليها قال ليها السلام عليكم، قالت له وعليكم السلام. ألا لا، قال ليها انتيا علاش ما تخرجيش من هاد الغابة وتبعدي الطريق وقعدي؟ قالت له سيدي راني نستناك انت. استنيني انا؟ ايه. وانا علاش؟ قالت لها بغيتك تفوتني هاد الغابة. نفوتك الغابة؟ ايه. فيها السبوعة، فيها النمورة، فيها الضبوعة، وانا بغيتك تفوتني هاد الغابة. وقال لها واخا ما كاين مشكل، نفوتك الغابة ولا بغيتي نوصلك حتى لحبابك، فين راكي غادية نوصلك؟ قالت لها سيدي انا ما عندي احباب، ما عندي اخوت، ما عندي اخوال، ما عندي عموم، ما عندي حتى حاجه، راني غير هامله على وجه الخضره. هامله؟ ايه. مسكينه. قال لها كي سميتك؟ انا. ايه. المراه تنوات، قالت لها انا سيدي سميتي جراده. جراده؟ ايه. لاش والديك كاع ما لقاو على من يسميوك، سموك على على. قالت له هادشي اللي كاين، وانت يا كي سميتك؟ انا. ايه. خينا حتى هو قلب السميه ديالو، قال ليها سميتي عصفور. عصفور؟ ايه. لاش كاع والديك ما لقاو ما يسميوك سماوك عصفور؟ قال ليها هذاك الشيء اللي سماوني. واخا ما كاين مشكل. راهم جايين غاديين اللي حتى خرجوا من هذيك الغابه. ملي خرجوا من ذيك الغابه وقال لي هذوك هالطريق، قالت له ما نطلقش منك. راهم يتمشاو يتمشاو حتى لقاو واحد الخيام. ملي لقاو ذوك الخيام قصدوهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسيدي ضيف ربي. وليدي قال له مرحبا بضيف ربي. داو المراه عند النساء، خينا داوه عند الرجال. وراهم واكلين شاربين وراهم يسولوه. ملي راهم يسولوه قالوا له هاد المرا ديالك؟ قال لهم لا. كي صرالك؟
قال لهم لقتني معها القدرة في الطريق، راني مترافق أنا وياها، راك عارف الرجال يسولوا الرجال ونساء يسولوا النساء. المرأة حتى هي ثاني سولوها قالت لهم ما عندي حد، راني غير هاملة على وجه ربي. وشوف الناس منين كانت تراعي يعني للخير وتراعي الخصيل، قالوا الواجيه انت ما عندك امراه، ما عندك عائله، وهاد المراه ما عندها لا عائله لا والو، ايه ارا غادي نزوجوكم نعمروكم الدار ديالكم ونديروكم واحد الصداقه وغادي تسكنوا حدانا. يا ودي قال لهم انا راها واحد الكلمه، اما هي انا قالوا لي الوالدين ما تخدم ما تردم، نخصني نعرف غير ناكل هادشي اللي كاين. قالوا هالبنت، قالت لهم سمعوا، قاع لا يخدم ما يردم، انا راه عندي واحد المزود نتاع الذهب غادي نعيشوا به انا وياه اللي حتى يديموا الامانه امانته. قالوا ورانا يا سيدي، داروا لهم العرس، جمعوا لهم يعني هذا راهم دايرين لهم الخيمه حداهم، وخينا بقى يجبد من ذاك الذهب وياكل. ارى الناس مع لما غادي يكمل الذهب كي غادي يصرى القصه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والقصة زايدين فيها إن شاء الله القدام إلى كتب الله تعالى.